دلوقتي في نفس المكان اللي تم فيه الجريمة. الجريمة دي تمت حوالي الساعة 11 بالليل. جمعية خيرية بدأت أجيب لهم مروق وبوص ومشمع، وبدأت أجهز لهم بيت يسكنوا فيه. كانت جزاتنا إن بنتنا تنذبح في الشارع. بص يا ماما فستان، بص يا ماما لبسي، بص يا ماما حلويتي إزاي. حياتها كانت بسيطة خالص، كل حلمها كان نفسها أنا ماما أخش تالتة إعدادي عشان أبقى دكتورة وأبسط بابا الله يرحمه. أدي أهي ماتت قدام عيني، ما لحقتش أنقذها. عايزة حق بنتي بس، مش عايزة إلا العدل والقضاء في حق بنتي. زي ما هي ماتت هو كمان يموت، زي ما هي ماتت هو كمان يموت. أنا محمد بسيوني عبد شعوت، عم عمر مؤمن بسيوني عبد شعوت، وعم آية اللي توفت. احنا دلوقتي في نفس المكان اللي تم فيه الجريمة. الجريمة دي تمت حوالي الساعة 11 بالليل. البيت ده بيت الولد، وهو لسه أصلا ما سكنش. دول كانوا ساكنين في الحرية، وأنا بصفتي شغال في جمعية خيرية. والدته جاتني وقالت لي إن احنا ساكنين في الحرية، والشقة بتاعتنا اتحرقت، وبعد ما اتحرقت اتسرقت. يا خيرية بدأت أجيب لهم مروق وبوص ومشمع، وبدأت أجهز لهم بيت يسكنوا فيه. كانت جزاتنا إن بنتنا تندبح في الشارع. عمر ابن أخويا 10 سنين بيلعب هو وولد تاني. الولد التاني اتدخل من غير مناسبة وما كلوش فيه خالص. دغز ابن أخويا في ظهره دغزتين بالخشب عوره. بعد كده في جارنا رامي عوا اتدخل وحاش العيال. أخته كان فيه في جرح جنبنا، وأخته كانت في الفرح. وهي جاية من الفرح تبدل فستانها عشان الفستان اتبهدل، راحت جاية تبدل فستان عشان ترجع للفرح تاني. جت لقت اخوها بينضرب، والولد معاه خشب ونزل ضرب في اخوها، والجار بيسلكه. جارت تحوش عن اخوها، جارنا خرامي خد العصايه من الولد ورماها، وظن منه ان هو عيل يعني في نفس المكان كده. بس بعد كده تقدموا لقدام شويه، طبعا عمر طلع يجري لقدام شويه كده، الولد طلع يجري وراه عند الماسوره اللي هناك دي كده. تمام حضرتك، ده بيت الخصم زي ما قلت لحضرتك، الولد القاتل، وده بيت ابن اخويا. تمام كده، طلع يجري عمر هنا، طلع الولد يجري وراه. طبعا رامي ما يعرفش ان الولد في ايده سكين، كان في طيات هدومه ودخل البيت وطلع بيها، الله اعلم. المهم ان كان في ايده سكين عند هناك كده بالظبط. جه هنا كده بيضغز عمر، فالبنت بتحوش عن اخوها، فجه دغزها في جنبها. هي اطول منه يعني، هو لو هي واقفه بطولها ما يطولهاش، لكن هو دغزها في جنبها. طبيعي ان هي ميلت في دم، ميلتها جه جاب رقبتها من الوريد، وقعت في المكان ده بالظبط. ده المكان ده مفيش، كنت بتعايك انا واحد ودوت جاي يتعايك مع ماسك عصايه، جاي يضرب ضربني بقى على ظهري وفتح لي ظهري، واختي جاي تسلك ما بيننا، جاي داخل جاي بالسكين وجم حوا. اه كنت واقف وهو معدي، جدربها جنبها، وبعد كده جدربها في رقبتها. انا ما عملتش حاجه، اللي كان معايا طلعت اجري عشان امسكه، واحد جنبنا اسمه مسكين عندنا مسكه. اخوي كان بيتعارك مع الولد، كان بيتعارك مع واحد تاني، والولد دخل في الحوار. طلعت عشان تحوش عن اخوها، بس ما فيش ازيد من كده. كانت بتلم هدومها وصبحة ماشية الصبح مروحة عشان والدها. من قبل العيد بكام يوم، عايزة اروح يا ماما، عايزة اروح لبابا، عايزة اروح لبابا، بابا عايزني. قلت لها ماشي يا بنتي هتروح. يا دوبك عدى يوم العيد، وتاني يوم العيد ابن عمها كان هياخدها ونازلين ماشي من الصبح. هي بتلم هدومها جوه، وسمعنا العركة في الشارع. انا ما كنتش بنطلع عشان فترة الحداد. اما سمحت الوش بره، طلعت عشان احشهم عن بعض. الولا لقيته ماسك خشبه معور الولا، وبعد الخشبه السكينه كانت في جيبه، او باين دخل جابها من جوه. انا طفل في سته ابتدائي شايل سكينه. اه ودي مش اول مره على فكره. وبعدين والدته الاخرى مش كويسه، من اول ما جم الشارع وهم اسلوبهم مش كويس. ما كنتش بنطلع رغم ان انا اكل وشرب من بيتي لهم. يعني قبلها بفترة برضو اتعاركوا مع بعض هي وسلفتها عشان عيش ومش عارفة وخبز وكلام من ده، كانوا واخدينه من عندي من بيتي،
دخلوني في مشاكل معاهم بس ما رضيتش اطلع لهم ليله الشقه. مرحه خالص، بتحب الهزار، بتحب الضحك، بتحب كل حاجه حلوه لبسها. بصي يا ماما فستاني، بصي يا ماما لبسي، بصي يا ماما حلويتي ازاي. حياتها كانت بسيطه خالص، كل حلمها كان نفسها انا ماما اخش ثالثه اعدادي عشان ابقى دكتوره وابسط بابا الله يرحمه. ادي ادي ماتت قدام عيني ما لحقتش انقذها. حضرتك انا اسمي عبد العزيز بسيوني عبده شعوط. حضرتك اللي حصل اخويا مؤمن ابو ايه متوفي من 4 شهور، وزوجة اخويا قاعده ببنتها وابنها في بيتها، واحنا هنا مخليين رعايتها. فانا كنت نايم حوالي الساعه 11 بالليل كده، صحيت على خبط جديد على الباب، واحد من الجيران بيقول الحق بنت اخوك بتموت. فاخدت مفتاح عربيتي نص نجل ورحت بالعربيه على طول في ثواني عشان انقذ البنت، على اساس ان هي متعوره في ايدها في رجلها. فوجئت ان البنت دمها متصفي وطلع الروح وخلص. فكل الجيران ملمومين، شيلها يا شيخ شيلها يا شيخ. قلت لهم لا دي ما تنشالش لان دي جريمه قتل. ورجعت بعربيتي، ركنت عربيتي وبدات اتصل بالاسعاف. انا عايزه حق بنتي بس، مش عايزه الا العدل والقضاء في حق بنتي. زي ما هي ماتت هو كمان يموت، لان انا مش هسيب حق بنتي. القانون يجيب لحق بنتي، عشان هو لا ما ينفعش يدخل الاحداث احداث وبعد الاحداث يطلع يعيش حياته. يعني هو دلوقتي قاعد بياكل ويشرب وعادي، ده مش طفل. ما تقوليش طفل انه يشيل سكينه ويضرب في جنبها ويضرب في رقبتها يقطع شريانها، ده مش طفل. ده بني ادم 20 سنة متشرد، واخوه اللي بعد منه زيه، واخته زيه، ووالدته زيه. دي ناس متشرده، ناس مش كويسه، واكلين والله العظيم. ليله بنتي ما ماتت انا مديهم اكل من بيتي، والله والله ليله بنتي ما ماتت مديهم اكل من بيتي. لا ليا في المشاكل ولا ليا في ما بعملش في حالي انا وعيالي. والله هتروح حضرتك هناك وهتسال وهتشوف. أنا عايزة حق بنتي بس.